هلا شو بتقولي لها؟ مثل القمر هي والحمرة الحمرة. صرنا صلح، سمعت كثير كنا كنا بس كنا. ما خليني اقول لك شغله، فاليوم يعني كلهم هودول اكيد انه انا عملتهم محبة، وبعدين صرت اتحركش فيها شوي شوي على التويتر، بعدين حركشت فيها اكثر واخذت رقمها وصرنا نتواصل، طلعنا تعشينا كذا مره. يعني انا كان بدي انه نفرجي انه نحن لا قادرين نكون زملاء، وصار هيدا سوء التفاهم، وانا اخذ على خاطري كثير لانه حسيت انه يمكن كنت متوقعه انه از هي رفيقتي هيك كثير وفاتي على بيتي انه تقول لهم للفانس انه خلص انه ما تحكوا هيك. انا ما عم اقول انه هي وراهم، واسفه اذا انا بعتذر اذا طلع معي هيدا الشيء، يعني انا ما كان قصدي ابدا اني اتهمها او اني اذيها، بس انه انا كنت هيك متوقعه انه ينعمل شيء يعني بهذا الموضوع. وصار السوء تفاهم وكبريت واخبار وقيل وقال وقلت له بعدنا، بس انا بعرف انه نيتي صافيه تجاهها وهي متأكدة أن نيتي صافية تجاهها. يعني أنا ولا مرة جربت أني أذيها لا بالكوليس ولا فينا عشان. نقول اليوم صرنا صلح وصفحة منطوية، أكيد صدقني الصفحة منطوية، نطلع بصلحة وخلصنا اليوم لكل الفان. تلبق لكم الشاشة، أنتم نجماتنا يعني اليوم بتنافسوا صح، ولكن السماء بتساع كتير نجوم ضووا، وبعرف أكيد. قلبك من جوا تجاهها صافي أكيد. وكمان القلوب من هنيك على أمل أنه حرب الفانزات وحرب الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي توقف.